حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية. نبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى: سرعة إعلان النتائج توسع دائرة الشكوك حول مفوضية الانتخابات. نقرأ في موقع يقينت: تحذيرات من موجة نزوح في ديالى بسبب الجفاف. وعنوانة الشرق الأوسط: موسكو تؤكد عجز دمشق أمام قصف تل أبيب. إيكونوميست: انتخابات العراق قد تدفع الميليشيات إلى العنف. في القدس العربية: العراق تيار الصدر يسحب تصريحا حول انتماء رئيس الحكومة له. في عربي 21: الكشف عن حفر الاحتلال الإسرائيلي نفقا جديدا نحو الأقصى. لوموند: الحقيقة أكثر من ضرورة في الذكرى 60 لمذبحة 17 من أكتوبر في باريس بحق الجزائريين. قراءة في أوراق مسرحية الانتخابات المزورة: تقرير نشره الميثاق الوطني للكاتب عمر الحلبوسي. فلم تعد مسرحية العرس الانتخابي كما تسميه سلطة الاحتلال تنطلي على أحد بعدما أصبح الوعي الجمعي الشعبي قائدا يحدد مسيرة الشعب الذي أجمع على مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها لكونه لا يثق بانتخابات تنظمها حكومة اللصوص والقتلة والتي دأبت على تدوير الوجوه نفسها في كل مرة مع تغييرات طفيفة لا تمثل شيئا في وطن استشرى به الفساد والخراب وأضحى ساحة صراع دولية تصفي الدول فيه حساباتها على حساب دماء العراق وثرواته وأرضه. مع ازدياد النقم الشعبي على حكومة الاحتلال يزداد معه الوعي الذي يحرك الشارع العراقي ليشكل قوة ضغط شعبية لها ثقلها الحضوري ودورها المحوري في إجهاض مشاريع الاحتلال، والذي طالما تبجح بالديمقراطية المزعومة تحت مسمى العرس الانتخابي، فقد شهدت انتخابات 10 من تشرين الأول مقاطعة شعبية كبيرة شارك فيها كل أبناء العراق على امتداد وطننا الحبيب، معلنين رفضهم لمشاريع الاحتلال وضمنها الانتخابات والعملية السياسية برمتها وانحيازهم للوطن. وقد اقتصرت المشاركة في الانتخابات على فئة قليلة وهم أقارب المرشحين وبعض المغرر بهم من الذين كانوا يظنون تغييرا بهذه المسرحية التي اعتراها التزوير من أجل تكرار نفس الوجوه التي اعتدنا على مشاهدتها من عام 2003 وحتى الآن. وشاهدنا أن هذه الانتخابات كانت نسبة المشاركة فيها أقل من سابقاتها وخلو الكثير من مراكز الاقتراع من الناخبين، على الرغم من التحشيد الانتخابي الذي صرفت عليه الأحزاب ملايين الدولارات من أموال الشعب التي سرقتها. وأضاف الكاتب: مع ازدياد النقم الشعبي على حكومة الاحتلال يزداد معه الوعي الذي يحرك الشارع العراقي ليكون قوة ضغط شعبية لها ثقلها الحضوري ودورها المحوري في إجهاض مشاريع الاحتلال والذي طالما تبجح بالديمقراطية المزعومة تحت مسمى العرس الانتخابي. فقد شهدت انتخابات 10 من شهر تشرين الأول مقاطعة شعبية كبيرة شارك فيها أبناء العراق كلهم على امتداد وطننا الحبيب، معلنين رفضهم مشاريع الاحتلال ومن ضمنها الانتخابات والعملية السياسية برمتها وانحيازهم للوطن. تبدو الفضائيات العراقية هذه الأيام وكأنها ساحة تدور في دوائر الحروب،
لا شيء سوى أخبار تزوير الانتخابات وغضب الخاسرين، والأهم هو القلق الذي يساور البسطاء على مصير هذه البلاد. وعندما نقرأ تصريحا لسياسي نزداد خوفا إذا ما قررنا أن نتوقف عنده أو نصدقه. فلنتابع التفاصيل. لا أحد يدري إلى متى سيستمر الحال بحرب داحس والغبراء بين كتل المحاصصة الطائفية، فهم بعد أن وعدوا الشعب قبل الانتخابات بأن يسرعوا في التنمية والبناء وإقامة دولة المواطنة، نجدهم بعد الانتخابات يصرون على أنهم أصحاب الحقيقة المطلقة. وإذا حاولنا أن ننفض عن أنفسنا رتابة الكلام السياسي الممل الذي نسمعه ونقرأه كل يوم، يقلقنا أن البلاد لا تزال تبحث عن رجال حكماء يقودونها إلى ضفة الأمان والطمأنينة. بلد الأربعين عجيبة وعجيبة، خاض معركة الانتخابات فيه مئات المرشحين لم يبلغوا بعد سن الرشد السياسي. وجه آخر وقبيح في ديمقراطية المحاصصة الطائفية أن تصبح أبواب المناصب والمنافع مفتوحة للتهافت والتكالب والسعي لإلغاء الآخر وجعل السياسة سوقا للشعارات. لم تعد السياسة في الأمم المتحضرة مباراة للبطولة وحشد الطوائف، لكنها عصر الشعوب التي قررت أن ترمي التعصب والتخلف وراء ظهرها. وأضاف الكاتب في صحيفة المدى: لا أحد يدري إلى متى سيستمر الحال بحرب داحس والغبراء بين كتل المحاصصة الطائفية، فهم بعد أن وعدوا الشعب قبل الانتخابات بأن يسرعوا في التنمية والبناء وإقامة دولة المواطنة، نجدهم بعد الانتخابات يصرون على أنهم أصحاب الحقيقة المطلقة. وإذا حاولنا أن ننفض عن أنفسنا رتابة الكلام السياسي الممل الذي نسمعه ونقرأه في كل يوم، يقلقنا أن البلاد لا تزال تبحث عن رجال حكماء يقودونها إلى ضفة الأمان والطمأنينة. تحت عنوان صرخة العامري في سوق الصفافير في صحيفة الجاردينيا: فقد أجريت الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول هذا العام بعد انتفاضة تشرين الخالدة، وأعلنت النتائج الأولية، ومن أبرز الأرقام الانتخابية الخسارة المدوية لكتلة الفتح بزعامة هادي العامري وشعاره الذهبي. وكما نعلم أن هذه الكتلة تضم ميليشيات مسلحة منها صادقون تابعة لميليشيا عصاب أهل الحق، وكتلة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتاب حزب الله، وكتلة بدر التابعة لميليشيا بدر وسند الجناح السياسي لميليشيا جند الإمام، وكتل أخرى من الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، فضلا عن ميليشيات الحشد الشعبي المتهمة بقتل المتظاهرين في ساحات الاعتصام في أثناء انتفاضتهم الرائدة. عنوان مقالنا: وهي صرخة هادي العامري والذي نقلته إحدى محطات التلفزة الفضائية العراقية عندما قال مهددا وعلنا: لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحين وناخبين بكل قوة. وجاء هذا بعد فوز التيار الصدري ب73 مقعدا، وهذا مما جعل هادي العامري يصرخ كعادته مهددا بعدم قبوله بنتيجة هذه الانتخابات، أي أن هذه الخسارة ربما تعكس بعض المشهد السياسي للعراق الذي تأثر بانتفاضة تشرين التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي في أواخر 2019، وضرب قاضية للأحزاب والكيانات والميليشيات والقوى السياسية الموالية لإيران. بعد هذه الخسارة المدوية هرول العامري إلى حلفائه والذي يطلق عليهم الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية والتي تضم كتلة تحالف الفتح ودولة القانون، اجتماعا في منزل نور المالكي في حي الجدرية في بغداد، حيث صدر بيان مشترك ليطعن بنتائج الانتخابات. كما دعا المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ما سماها فصائل المقاومة للاستعداد لمرحلة حساسة. ويعتبر العامري بأن النتائج جاءت مفبركة لاستهداف قوات الحشد الشعبي، كما صرح عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العريض والواسع أن نتائج الانتخابات غير مقنعة
ولن نسكت عن حقنا. إذن صرخة الهادي العامري كما وصفها الكاتب الذي نقلته إحدى محطات التلفزة الفضائية العراقية عندما قال مهددا معلنا لا نقبل بهذه النتائج التي وصفها بالمفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة. وجاء هذا بعد فوز التيار الصدري ب 73 مقعدا، وهذا ما جعل هادي العامري يصرخ كعادته مهددا بعدم قبوله نتيجة هذه الانتخابات. في إيكونوميست، انتخابات العراق قد تدفع الميليشيات إلى العنف، إذ نشرت هذه المجلة إيكونوميست تقريرا ذكرت فيه أن الانتخابات يفترض أن تكون طريقة سلسة وسهلة لتغيير السلطة، ولكن في العراق يبدو أنها تصعد الأعمال العدائية. فقد أدت هذه الانتخابات الأخيرة إلى تقسيم الأغلبية الشيعية بين كتلتين متناحرتين. فنتابع تفاصيل. مقتدى الصدر رجل الدين الفض ورجل الميليشيات كبرز مرشح أول، حيث حصل على أكثر من 70 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا، وهو ما يزيد بمقدار الثلث على حصيلته في الانتخابات السابقة في عام 2018. وعادة ما تعقب الانتخابات في العراق أشهر من الجدل بين الأحزاب الرئيسة حول من سيحصل على الوظائف الكبيرة مع السيطرة على الميزانيات الكبيرة، لكن هذه المرة قبل أن يتمكنوا من بدء المساومات على المناصب كانت الكتلتان الشيعيتان تهددان بالحرب ضد بعضهما البعض. في خطاب النصر الذي ألقاه على التلفزيون الحكومي تعهد الصدر بنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، وقال يجب أن تكون الأسلحة مسيطر عليها من قبل الدولة فقط، على الرغم من أنه يرأس أحد أكبر الجيوش الخاصة في العراق، عدد مقاعدها من 48 إلى 14 مقعدا. وقدمت كتائب حزب الله الميليشيات الأكثر موالاة لإيران 31 مرشحا، لكنها فازت بمقعد واحد فقط. قلة من العراقيين على ما يبدو يريدون منها أن تلوح بسيوفها، ولكن بدلا من الالتفات إلى الرسالة فقد ندد المتحدثون باسم الجماعة بالنتيجة ووصفوها بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ الحديث، ودعوا الميليشيات إلى التجمع. وبالنسبة للبعض فقد كان هذا الانتشار مجرد صخب مسرحي. إذن بحسب إيكونوميست مقتدى الصدر برز مرشحا أول، إذ حصل على أكثر من 70 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا، وهو ما يزيد بمقدار الثلث على حصيلته في الانتخابات السابقة في عام 2018. وعادة ما تعقب الانتخابات كما ذكرت هذه المجلة في العراق تعقبها أشهر من الجدل بين الأحزاب الرئيسة بشأن ما سيحصل على الوظائف، من سيحصل على هذه الوظائف الكبيرة مع السيطرة على الميزانيات الكبرى، ولكن هذه المرة قبل أن يتمكنوا من بدء المساومات على المناصب كانت الكتلتان الشيعيتان تهددان بالحرب بينهما. ننتقل إلى مجلة فورين بوليسي التي عنونت الجزائر بحاجة إلى حرب تحرير جديدة، وهذه المرة من حكامها. فقد نشرت مجلة فورين بوليسي مقال للكاتب فرانسيسكو سيرانو، قال فيه إن سنوات الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة تركت البلاد في حالة يرثى لها. بوتفليقة الذي حكم الجزائر 20 عاما قبل أن يجبر على التنحي عبر حركة احتجاج شعبي عام 2019، بلدا في حالة من الفوضى، مع أنه يجب عدم نسبة كل المشاكل الجزائر إليه، ولكنه كان موجودا هناك منذ البداية عندما تحول مصير أم واستقلت حديثة وناشطة إلى دولة عسكرية مستبدة. وبعد نصف قرن عندما أدار الدولة لم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة على تحويل الثروة النفطية الجزائرية إلى ازدهار،
وكان بوتفليقة طوال مسيرته السياسية نتاجا للنظام الحاكم ومصدرا لفشلها. ومثلت حكومة بوتفليقة البائسة الضربة الأخيرة لما تبقى من الشرعية التي زعم النظام الجزائري الغامض أن يملكها. ومنذ سقوط بوتفليقة قبل عامين لم يستطع حكام البلد إنشاء مظهر الاستقرار الذي اعتمدوا عليه في العقود الماضية لتقديم صورة عن حكم قوي. وفي الوقت الذي خرج فيه الجيل الجزائري الجديد إلى الشوارع متسائلا وبطريقة غير مسبوقة عن حيوية الوضع الراهن وشرعيته، اتضح شيء واحد عن مستقبل البلد، كان فشل عهد بوتفليقة هو الذي أوصلهم إلى الوضع الذي يعيشونه اليوم. إذن بوتفليقة الذي حكم الجزائر 20 عاما قبل أن يجبر على التنحي بحركة احتجاج شعبي في عام 2019 ترك البلد في حالة من الفوضى، مع أنه يجب عدم نسبة كل مشكلات الجزائر إليه، ولكنه كان موجودا هناك منذ البدء. عندما تحول مصير أمة استقلت حديثة وناشطة إلى دولة عسكرية مستبدة بنصف قرن، عندما دارت الدولة ولم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة على تحويل الثروة النفطية الجزائرية إلى ازدهار. صحيفة لوموند عنونت الحقيقة أكثر من ضرورة في الذكرى 60 لمذبحة 17 من أكتوبر في باريس بحق الجزائريين. فقد توقفت هذه الصحيفة الفرنسية لوموند في افتتاحية عددها لنهاية هذا الأسبوع عند مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الأحداث 17 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 67 و900 ألف، حين قامت الشرطة الباريسية بمزجرة ضد ما يطلق عليهم آنذاك مسلمو الجزائر الفرنسيون، وهي أول مرة يشارك فيها رئيس فرنسي في إحياء هذه الذكرى. اليوم وبفضل الكتب والمقالات والأفلام لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذه الصفحة المظلمة في تاريخ فرنسا التي وقع خلالها العنف الاستعماري تحت أنظار الباريسيين اللامبالية إلى حد كبير. لقد تم إثبات الحقائق من قبل المؤرخين ووضعها في سياقها. وأضافت لوموند أنه لا يزال هناك عمل واحد مفقود للتغلب على الصدمة التي عانى منها الناجون من المذبحة والتي تم نقلها إلى أحفادهم، وكثير منهم الآن مواطنون فرنسيون. الاعتراف الرسمي من قبل الدولة بمسؤوليتها ومسؤولية كبار القادة والشرطة في ذلك الوقت، ويريد إيمانويل ماكرون إلقاء نظرة واضحة على جراح الماضي. وكان اعترف بأن الجيش الفرنسي أعدم المناضلين من أجل استقلال الجزائر موريس أودين وعلي بومنجل، وبمناسبة الذكرى 60 لمذبحة 17 من أكتوبر عام 1961. فعلى مدى عقود قامت السلطات العليا في الجمهورية بالتستر على الحقائق من خلال إلقاء اللوم على المتظاهرين ونشر تقرير كاذب 3 وفيات وإجراء تحقيقات متحيزة وفرض الرقابة على الكتب والأفلام ومنع الوصول إلى الأرشيف. أضاف صحيفة لوموند أنه لا زال هناك عمل واحد مفقود للتغلب على الصدمة التي عاناها الناجون من المذبحة التي نقلت إلى أحفادهم، وكثير منهم الآن هم مواطنون فرنسيون. الاعتراف الرسمي من الدولة بمسؤوليتها ومسؤولية كبار القادة والشرطة في ذلك الوقت. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، بقدرات محلية تستعد منظومة صائدة الطائرات المسيرة فدائي التي طورت على يد شركات الصناعة الدفاعية التركية، تستعد لإجراء مناورتها الأولى في أثناء هذا الشهر الحالي. للمرة الأولى صورت وكالة الأناضول منظومة صائدة الطائرات المسيرة المسمى فدائي، التي تمتلك قدرات فعالة في إبطال مفعول الطائرات المسيرة الهجومية. وقال جوراي علي جانلي عضو مجلس إدارة شركة ترانس
فاور ترانسفارو التركية، هي أحدى شركات الصناعة الدفاعية التركية التي أسهمت في تنفيذ المشروع. قال إن منظومة فدائي طورت لتكون وسيلة فعالة في وقف الهجمات على الطائرات المسيرة، ولفت من الطائرات المسيرة وذكر أنه أصبح من شبه المستحيل منع الطائرات المسيرة الهجومية من تنفيذ طلعات جوية فرادى وفي مجموعات أيضا، موضحا أن الهجمات التي استهدفت مصافي النفط السعودية في العام الماضي بهذا النوع من المسيرات وصلت إلى مستوى من شأنه أن يجر العالم وإلى أزمة نفطية. وأكد أن شركته عملت بجد واجتهاد على تطوير هذا المنظومة المكونة من رادار وكاميرا حرارية ووحدة تحكم لتحقيق اعتراض فعال للطائرات المسيرة المعادية. قبل الختام نلقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا إن شاء الله صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.